السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد، وبإذن الله جايب لكم النهاردة أقوى هيسلينيوم عملنا كده طبيعي على إيدينا. المكون اللي احنا عملناه النهاردة دي يا جماعة حاجة كده طبيعية، وفي نفس الوقت مهمة جدا جدا للحمام. ان شاء الله كده هتشوفوها معايا. ده طبعا علشان انتاج الزغاليل والبيض اللي هو ما الحمام ما بيبيضش، والحمام اللي هو بيبقى يعني بيطلع البيضه بتاعته رايقه. ده اقوى حاجه ان شاء الله ممكن انت تعمليها، حاجه سهله وبسيطه جدا. تعالوا يلا كده بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو، ويلا بينا كده نشوف الفيديو بتاعنا النهارده. زي ما انتم شايفين كده معانا ما شاء الله، احنا كان عندنا النهارده اصفر زغاليل، وفي زغاليل ما شاء الله نزلت لوحدها اهيت. بصوا يمكن ان انت شفت الجوز معايا ده قبل كده، وانا كنت قلت لكم انا سايباه علشان ان شاء الله، وهو ما شاء الله يعني. بصوا بقى عامل ازاي اهو، ده من ضمن الحامل اللي احنا هنفطره. وفي برده هنا كان جوز كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله يعني اهو، شايفين الحمام الابيض اللي هناك ده، ده برده من ضمن اللي احنا ان شاء الله طالقينه. بصوا هو كان جوز اهو، يعني احنا بصوا دي برده اهو اهي، دي زغلوله تانية صغيره هي اللي القصر بقى ان شاء الله من هنا ورايح باذن الله، لان احنا الايام اللي فاتت كنا بنشيل كله ما كناش بنطلق، بس الايام دي ان شاء الله يعني اي جزء هلاقيه كويس كده هحاول ان انا اطلق. فدلوقتي بقى هنعلفهم ونحط لهم ان شاء الله الميه، ونحط بقى في قلب الميه المكون اللي انت تشوفوه معايا دوت، وده احسن حاجه ممكن تعملوها. انا مش هقول لكم بقى اشتروا حاجه من عند البيطري ولا اعملوا اعشاب ولا اي حاجه، لا دي حاجه كده يعني ايه انت ممكن تعملوها بكل سهوله طبيعيه كده في قلب بيتك. بصوا بقى يا جماعه ان شاء الله ده المكون اللي احنا باذن الله هنعمله اهو. في ناس طبعا ممكن تفكر ان ده ملح، ده مش ملح يا جماعه، ده حاجه سهله وبسيطه كده اهو، ده حاجه بنرميها، وده اكتريتنا بنرميها في الزباله ما بنستنفعش بيه. بس هي في الحقيقه لو انت جيتي تعرفي هتعرفي ان ده كنز، وده احلى يعني اكتر من الكنز كمان بالنسبه للحمام. هنحط كده منه زي ما انتم شايفين. بصوا يعني مجرد ان انت بس هتحطي معلقه واحده بس كده للحمام، يا اما في الميه يا اما في العلف على حسب يعني، ده هتبقى يعني ما شاء الله ده اقوى هيسلينيوم بقى ممكن تعمليه على ايدك للحمام. طبعا لو انت عملتيه على ايدك بالشكل اللي احنا عملناه دوت، ده هنحطه في الميه. اما لو انت يعني لو انت حابه ان انت تعمليه على العلف هقول لك برده تعمليه ازاي، بس بالشكل ده كده تقدري ان انت تعمليها على الميه، علشان مش هيعرفوا ياكلوه لو انت حطيتيها بودره كده، مش هيعرفوا ياكلوه على العلف. فده الافضل بقى ان احنا ان شاء الله هنحط على الميه، وزي ما انت هتشوفوا معايا كده دلوقتي وهنحط المقادير بتاعته. لو احنا استمرنا على الوضع دوت وعملنا الحاجات اللي احنا بنعملها ببلاش ديت، ده حاجه كده طبيعيه، عارفين الحاجه الطبيعيه، حاجه طبيعيه كده بنعملها يعني حاجه ببلاش ما بتكلفناش اي حاجه، بدل ما ارميها في الزباله بعينها وبحوشها وبعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت للحمام. ده يا جماعه ناخد منه كده معلقه زي ما انتم شايفين كده، عارف ميه واحد بس، وهي معلقه واحده بس اللي انا هاخدها، لان دوت يعتبر ده كنز ممكن انت يعني تخزنيه عندك في اي كيس ولا حاجه. مجرد ان انا هاخد بس معلقه منه واحده بس كده زي ما انتم شايفين اهوت، ونقلبه لهم كده على الميه. بصوا هي بودره اهي، بودره علشان كده بقول لكم لو انتوا هتحطوا لهم على الميه حاولوا ان انتوا تطحنوه خالص، تخلوه عامل زي الدقيق كده اهو. بصوا ده يعتبر اقوى كلسه من انت بتعمليه للحمام عندك. الكميه اللي اتبقت ده هتعينيها في كيس كده على طول، كل يوم اعملهم معلقه كده اهوت، او ثلاث ايام في الاسبوع هيبقى حلو قوي زي الفل. حط منه ثلاث مرات كده ورا بعض، ثلاث مرات كده ورا بعض في الاسبوع، هتبصي تلاقي بسم الله ما شاء الله على الانتاج. انت هتشوف الانتاج بنفسك وانت اللي هتحكمه بنفسك. باقي الكميه بقى هنحطها في كيسه عند الاستخدام ان شاء الله هنستخدمه. اما بالنسبه للناس اللي هي عايزه تعمله بقى خشنه شويه كده وتحطه على العلف برده هيبقى حلو قوي. بصوا اهو، بصوا هو حتى يعني ايه تحس ان الميه بتاعته بدات ان هي تبيض، لان هو لو هو ناعم قوي كده وحطيته على الاكل عمره ما ياكلوه، هينزل في الارضيه ومش هياكلوه. بصوا اهو تمام. طبعا كلتنا عايزين نعرف ايه هو المكون دوت. المكون دي يا جماعه يعتبر قشر البيض، ده قشر البيض المطحون بيبقى عامل زي البودره كده،
بتطحنيه، حوشي قشر البيض، بدل مثلا ما بتفقشي بيض وبتكسري او بتيجي تسلقي بيض وبتكسري وبترميه في الزباله، حاولي ان انت تحتفظي بالكميه ديت. ممكن تحمصيها في الفرن بتجاز عندك او في اي فرن عندك، بعد كده هتاخديها وتطحنيها في الكب عندك كويس قوي قوي. هتعمليها كده يعني ايه كده مسحوق، هتحطيها عندك في الكيسه. هتستخدمي الحمام، ده يعتبر افضل كلسم طبيعي. وعن تجربه يا جماعه، حاولوا ان انتوا تعملوا المكون دوت للحمام، ده يعتبر اقوى هيسلينيوم. انت عملتي لي الحمام ببلاش من غير ما يكلفك ولا مليم، تمام. بقى كده يا جماعه، بعد ما عملنا الخلطه للحمام في قلب الميه زي ما انتم شايفين كده، هنقول لكم بقى يعني دلوقتي هنعلفهم برده زي ما انتم شايفين، لان هم اصلا واكلين وشبعانين. فانا بحاول يعني ان انا اشيل الاكل من قدامهم شويه، علشان الناس اللي هي بتقول مش هيماء، طب الاحسن ان انا اسيب الاكل قدام الحمام ولا على طول يعني ليل نهار كده؟ لا، خدوا بالكم يا جماعه، الحمام لو هو وراه زغليل، ويمكن انا قلت الكلام ده كتير، وفي ناس طبعا عارفه ان انا قلت الكلام ده كتير، الحمام لو وراه زغليل بناكل علفتين في اليوم او وجبتين في اليوم، وطبعا الوجبه بتبقى على قد الطاقه، مش بيبقى مثلا طالما علفتين في اليوم اسيب الاكل ليل ونهار. لا، اول حاجه لو انا سبت الاكل قدامهم ليل ونهار، هتبص تلاقي الحمام بدا ان هو يتبرز في قلب العلف، هيرجع ياكل منه تاني، ممكن ده يعمل له مشاكل معويه، هياكل عياله منه، هيبقى اصلا اكبر غلط اللي انت عملتيه. طيب لو هو مثلا وراه ما فيش وراه زغليل او يا دوبك بيض وخلاص، هياكله هي علفه واحده بس في اليوم، هتبقى كويسه قوي قوي، تمام، والعلفه هتبقى على القد. بس اهم حاجه الميه تبقى قدامهم ليل نهار، عشان طبعا انتوا عارفين داخل علينا صف وكده، ما ينفعش ان انا الحمام يعطش مني او ان انا مثلا اعطش الحمام. لا، انا اعطش الحمام امتى؟ لما انا مثلا اجي اعمل لهم وصفه على الميه ولا حاجه، ساعتها ممكن اعطشها قبلهم بساعه ولا حاجه علشان يشربوا الوصفه. فخدوا بالكم من الموضوع ده كويس. طبعا بقى الموضوع بتاع النظافه، طبعا كنت عملت لكم فيديو وقلت لكم على المكون اللي انا بجيبه والكيس اللي انا بنضف به. طبعا الناس اللي هي ما كانتش يعني او لسه بتشوف قناه الاول مره ولا حاجه ولسه ما شافتش الكيس دوت او المكون اللي احنا بننضف ده، هترجع ان شاء الله هتلاقي في كيس. الكيس دوت ده مهم جدا يا جماعه، انا عايزه اي حد بيربي حمام يجيبه بالذات في الصيف، لان طبعا انتوا عارفين داخل علينا صيف وكده، وبيكتر بقى في المشاكل فاش بتاع اللي هو اللي بيبقى الحشرات اللي بتبقى موجوده في البيوت، ودي اكتر حاجه ما بتخليش الحمام ينام على البيض، وده من اكتر الاسئله اللي بتيجي. الحمام لو ما نامش على البيض، اعرفي يا اما قله نظافه في المكان، يا اما البيض عندك مش مخصب. لو البيض مش مخصب، اعملي الخلطه اللي احنا عملناها اللي انتوا شايفينها معايا ديت. طب البيض مخصب وفيه ولده وكل حاجه، اعرفي ان المكان مش نضيف، وحاولي ان انت تنضفي دايما. وخدي بالكم من الذبابه اللي بتبقى موجوده في قلب الحمام، في معظمنا او في ناس كتير ما بيعرفوهاش، لانها بتبقى موجوده في بتغطس تحت الريش بتاع الحمام، فخدوا بالكم. في رش طبعا في الصيدليه البيطري بيبقى موجود، حاولوا ان انتوا تجيبوها بالذات في الصيف، اعملوا كوكاء للحمام هيبقى حلو زي الفل. ده طبعا بالنسبه للناس اللي عايزه انتاج حمام عالي، وعايزه يبقى عندها الحمام ما شاء الله صحته كويسه ما يتعبش منها، دايما نظافه باستمرار بالذات في الصيف. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم.